صبحكم الله بالخير. علي أن توجه إن شاء الله إلى الجنوب الرباعية بإذن الله. كرفان مع الشباب. يا جود ذاهب. شلون يعني تصور يا جماعة الياقوت صاعد بقوة؟ ليش يا اخوي ليش بقوة؟ بسم الله توكلنا على الله. يلا وخر يا صديقي لا صعدك وخر. لا يا معود يعني مغسل الكرفان وما راح ادوس على هذا الماي الوسخ. ماي طاهر هذا يا اخوي. راح راح. شلون ليش تخليني ادوس عليه يعني؟ والله توني افكر صدق. لان الماي طاهر وعرفت فهمتها. يلا توكلنا على الله وان شاء الله الشباب هناك ما يخلصون شغلهم ويومنا. ما شاء الله هذه المحمية تصير عند ضباعية حلوة محافظين عليها ما شاء الله. الشباب دائما التنظيف مستمر فيها فتلاقيها نظيفة بس يونك الغلة هم يكشتون يوسخون المكان يخلون الوسخ. اوكي امكان ولا نكمل على راحتك. نشوف نشوف هذا الشرح يعني صار له تبي حولها ولا نكمل شوي؟ عندك فره ورد لها. يلا روح روح. يا ريت تحافظون عليها والله لان انا اول مره اجيها وما شاء الله تبارك الرحمن وايد حلوه وكذا مره داعيني اني اجي هني بس ما صارت لي فرصه صراحه. حلو فيها حتى لوحات إرشادية إنك تحافظ عليها مثل هذه اللوحة يعني المكان وايد جميل. خلينا نشوف مكتوب. شوف قدام وأنا أشوف أفضل. شوف المكان. الرجاء ترك المكان كما كان يعني شيء جميل الصراحة من شباب يعني قواهم الله يعطيهم ألف عافية على هذه الشغل ويخلون الواحد ما يستانس إنه يكشف. هنوريكم بعد شوي قدام. شوف ما شاء الله أنتم كرامة الأشياس الزبالة إيش كثرها هني كل ينظفون ويخلونه والبلدية لما تجي وتشيله. كراسي ما شاء الله وايد حلو وايد حلو مرتب. انا اوريكم هني وايد هذا خوش مكان بس شكله زحمه الشيخ باكر. يلا توكل يلا. شوف شوف هني لما تخلص تي قط كيسك هنا هذه الحاويه الكبيره حاطينها عشان المحافظه على المكان كما كان. شوف جواهم الله كان نظيف حلو والله يعني حسافة يندمر. الحين نشوف لنا مكان نكمل تصوير وياكم. ما شاء الله هذا المكان اللي استغرينا فيه وايد حلو والجميل صوت الطيور ما شاء الله.
ما شاء الله حتى كراسي حاطين ما شاء الله، اقلي بيكشت والسوالف موجود. استغلينا المكان هذا والكرسي، صارت وجهتنا على الشير. هذا الياقوت وهذا ابو محمد هو واصل. المكان قريب من طريق فحيحيل، هوني الشاليهات وايد حلو. يا قوت جاهز؟ هذه الوسيلة التنقل الثانية مالت الموتورهام. يلا ليتس جو. شاف سيارة ان شاء الله. احلف والله سيارة في جو. من الأجواء هذا الحين جو عجيب. اعطي العافية يا قوت. عافية خيو. ما شاء الله تبارك الرحمن. عقب جولة القواري ضبطنا الشبة نيم نطيف الشمس ان شاء الله. وهذا الشاي. شاي زاهب يا عيال. شان شايك لك؟ اخ شان شي؟ تعال شوف هذا. اوف شنو هذه؟ سوبر ديوتي. ابو حمود. يلا ابو محمد. الله يحييك. اقرب اقرب. سيدي صح غلطان صار مغربي. اقرب اقرب. لا لا هذا هذه نبيها هني. لا بس في اوروبي فيهم بيل. اي في بعضهم في كهرباء. انا الكهربان كان ما في بيل. بعضهم يجي في تانكي كبير يحطون مصبيه، وهذا ايه. هذا نظام تربة الحمام تروح، والمغسله بروحه ايه. لا في كهربات لا يصير تانكي يوزع على هذا. لا انا قبل في تانكي عشلت ايه حتى الحنفيه. ايوه هذا ما انا كذا ايه. ويخدم يكون الحمام والمغسلة. المغسلة خارجية اللي في المطبخ خارجية. داخلي. إيه. يخدم المغسلة والحمام. سلام. طلق رويلاتنا شوي ها؟ طلق أخوي طلق. هني كاير طلق. تمشى. أنا هذا يبا وين العطر. على إنه مطر ما شاء الله رذاذ خفيف. شو تقول؟ أطفي النار. إيه شوف النار شاب النار. خود جو بس يقول لك اليوم باكر الله اعلم انه هو تارس يوصل ليل 50 ممكن شيء كذي. ما شب ليتك؟ لا شب والله. على اخر شيء باي مرينا عشان شب. سلام هذه قعدتنا والشغل الحين نحول قعد هني
ها؟ هذا النار صح النوم وشاري سلام. والله خوش مكان يا جماعة، صد الشارع قريب، هذا خط فحيحيل بس حلو. خوش مكان، شوف الأجواء، أجواء قوية ما شاء الله. وين جهازي؟ هذا هو الدار الأصلي اللي كان عنا طويل. يلا أبو صالح حييك، ساعة المباركة. هذا ساعة قبرك طولنا عمرك، خلي يتغول، خلي يبين الفورد عشان يدرون حتى السن بعيد. أحلف فنزل فورد، فورد ماركيز مرة حتى غلط. ما شاء الله مطرة في جواتي برا. ما شاء الله تبارك الرحمن.